نحن دائما الشعب الأردني بقيادة هاشمية دائما قيمة مضافة مما رحنا، ولكن نكهتنا بسوريا تختلف عن كل المعايير. السوريين إخواننا وإحنا شعب واحد. اليوم مشاركتنا لموضوع التحدي من أثار الزلزال اللي صار والشهداء اللي قضت في هالزلزال المدمر. بنقول للكل الله يرحم شهدائنا السوريين، وبنقول إن شاء الله طولة العمر للأحياء، وإن شاء الله هالصناعة السورية بتتقدم وكلنا أيد واحدة نتساعد مع بعض ونتجاوز كل المحن، وإن شاء الله إلى الأمام.